موعده الحادية عشر الإخباري من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، شرع أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غردايا رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارب هدبة، حيث دشن مقرات أمنية وعاين مشاريع اجتماعية وصحية، حثا بالمناسبة على ضرورة تجسيد الديمقراطية التشاركية. التغطية لإلهام عشير والتقرير لحورية جرجر. زلفانة، بنورة، ودنشو، بهراوة والمنصورة شكلت أهم محطات زيارة وزير الداخلية لولاية غردايا. غردايا عنوان العراقة والكرم وسط مؤهلات محلية تصنع آفاقا واعدة أمام تحديات تفرضها خصوصية المكان، وهو يدشن عدة مرافق شرطية وهياكل اجتماعية تابعة لها رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة. أكد وزير الداخلية على ضرورة أنسنة سلك الشرطة وضرورة تطبيق القانون وفق مبدأ قرينة البراءة واحترام المواطن وكرامته. وزير الداخلية عرج على الديمقراطية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من خلال الآليات الحديثة باعتماد استبيان استشارتك لتقييم الخدمة المقدمة من قبل مصالح الشرطة للمواطن. التجربة نموذجية شملت 30 ألف مواطن تخص موسم الاصطياف وآخر خاص بموسم الحج، واستبيانات قادمة تحت تصرف أولياء التلاميذ ليعنى بالدخول المدرسي القادم. وتنفيذا لبرنامج الحكومة الهادف إلى تجهيز المنشآت العمومية بالطاقة الشمسية لتقليص فاتورة استهلاك الكهرباء، أوصى وزير الداخلية بضرورة تجهيز المرافق العمومية وأمن الدوائر والمقرات الشرطية بالوسائل الضرورية لذلك. كاين برنامج على مستوى وزارة الداخلية هو منبثق من طريق برنامج الحكومة. عندنا المدارس الابتدائية، عندنا أكثر من 19,000 مدرسة، ربما الآن أنا وصلنا تقريبا 500 مدرسة مزودة بالطاقة الشمسية، عندنا المساجد، عندنا الإنارة العمومية، وعندنا الإدارات. هذه الأولوية نبدأ بها. احنا على بالنا بلي المساجد والإنارة العمومية والمدارس تكونسومي تقريبا 70% من الفاكتور تاع البلديات. إذا هذه لازم تكون إن شاء الله برنامج، كل حال نتابعوا فيه. ولازم نعطيو له دفع، هذا مهم جدا، مهم جدا، وخاصة أنا في منطقة اللي حباها الله الحمد لله بالشمس وبها الطاقة الطبيعية هذه، وهي طاقة نظيفة. وحرصا منها على تحسين أداء سلك الشرطة وفق توجيهات الحكومة لجعلها تواكب الرهانات اليومية للمواطن، بالإضافة إلى مهامها الدستورية، فإن الشرطة تتطلع لتقديم الإسعافات الأولية أثناء تدخلها في مختلف الحوادث من خلال تكوين وتوفير العدد الطبي الضروري. إلى جانب المهام المخولة للشرطة، المهام الدستورية، المهام الجمهورية، حماية المواطن وحماية ممتلكاته، إلى جانب مرافقة المواطنين في كل احتياجاته اليومية. اليوم ربما الشرطة مسؤولين على بالهم، احنا بمناسبة إحياء ذكرى 57 لعيد الشرطة اللي كان منذ يومين على مستوى الجزائر العاصمة، كاين مهام جديدة سوف تقوم بها الشرطة الجزائرية في إطار هذا العمل، المرافقة خاصة مرافقة المواطنين. ها كنا أمضينا لصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الزميل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على اتفاقية هامة وهامة جدا في إطار العمل الجديد والعمل الجواري تقوم به الشرطة، وهو سوف يكون عمل مرافقة المواطنين في مجال الصحي. كي نقول مجال الصحي يعني كما راه تقوم به مصالح الحماية المدنية، هي الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية على مستوى الطرقات، على مستوى المؤسسات العمومية. هنا سوف يكون برنامج تكوين لكل أفراد الشرطة وكذلك الإطارات الشرطة، وخاصة العاملين على مستوى المصالح الخاصة بالأمن العمومي. مهم جدا، سوف تكون تجهيزات، سوف يكون تكوين.
وفي قطاع الصحة تفقد نور الدين دحمون مشروع إنجاز مستشفى مختص في الأمراض العقلية وآخر يتسع ل240 سريرا، مؤكدا بالمناسبة على قرارات الحكومة بشأن رفع تجميد مشاريع الصحة في الجنوب والهضاب العليا. باش نكونوا في نفس الخط تاع قرارات الحكومة، هذه القرارات أولا تأخذت من أجل تقريب الصحة المواطن في الجنوب. احنا نعرف المسافات كبيرة كبيرة وكبيرة جدا، انت تعرف تروح لتعمر راس، تروح بشار، تروح لتيزنواطين، تروح لانقزام، تروح برج عمر دريس، تروح لجانات بعيدة بزاف. كان لازم علينا باش ناخذوا قرارات، قرارات اتخذت. درنا اجتماع على مستوى وزارة الصحة الأسبوع الماضي باش نشوفوا كيفاش نجسدوا هذه القرارات. راح نبدا كاين قرارات راح تجسد يعني في الحين، خاصة فيما يخص التوأمة، التوأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة على مستوى الشريط الساحلي والداخلي وكذلك المؤسسات الجنوبية. نثمنوا كذلك، احنا نثمنوا هنا دور الجيش، الجيش اللي عنده توأمة مع مؤسسات مدنية في مجال الصحة في بعض الولايات، راح إن شاء الله يرفقونا ثاني باش نعموها. هذا في انتظار لحلول نهائية، لأن الحلول النهائية وش هي؟ هي لازمنا أخصائيين وخاصة في بعض الاختصاصات، اختصاصات كما تاع التوليد، اختصاصات الإنعاش، اختصاصات الأشعة، اختصاصات في الجراحة. هذه تتطلب وقت، لأن باش تكون مختص لازمك 4 أو 5 سنوات، ولكن في انتظار حتى في هذا المجال اتخذت القرارات، سوف ناخذ ربما 30-40% في الكوطة هذا تاع لي دو ام اس، كاين 1200 متربص، ناخذ 30-40% من الجنوب والهضاب العليا، ويكونوا شروط الالتحاق مش نفسها، شروط نفس الشروط، يكونوا اطباء عامون اللي تكون عنده ربما 4-5 سنوات أقدمية، نخلوهم هادو يرجعوا تكون معاهم ربما دفتر شروط باش يخدم 5 سنوات على الأقل على مستوى المصالح الاستشفائية على الجنوب. هكذا راح نحلوا المشكلة. القطب الجامعي الجديد 2000 مقعد كان محل معاينة وزير الداخلية الذي أكد على ضرورة تكييف التكوين مع متطلبات السوق المحلية. يكون التكوين، التكوين المهني والتعليم المهني والتعليم العالي بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، باش يكون كي يخرج الطالب ولا يخرج هذا الدبلوم يلقى مكان موجود. نغادر غردايا على أمل تحقيق المشاريع والتوجيهات تلبية لاحتياجات الساكنة وللاقتصاد الوطني. من جهة معيان ولاية غردية ثمنوا هذه الزيارة منوهين بدوري الجيش الوطني الشعبي في الأمن والاستقرار، وبالمناسبة ثمنوا قرارات الحكومة الخاصة بتعزيز القطاع الصحي في الجنوب والهضاب العليا. نتابع. يا سيدي نخبرك عندي حكاية ومعانيها ساكنة في القلب الولهان، بالمحبة والأخوة جاملتنا ذي الجرعاية تتفرع مثل السوقي بالخير والإحسان. الجزائر الغالية أمنا الورد النسماية، حب الوطن رادعين وإحنا صبيان، نحمد ربي خالقي يا مولاي مول القدرة صانا بنعيم الأمان، وجعل لينا في كل حاجة آية والمخلصين اللي يتبعوا طريق القرآن، هما رجال عهد الله في ذو الوصاية، وقد ما نقول قليل منو في حق النقصان، مسبلين أعمارهم حتى للنهاية وساهرين على أمنا في كل مكان. كلمة واحدة والجزائر هي أساس البناية، قرة عيني بلادنا من خيار الأوطان، الأمن الوطني تاجنا وحامل دراية، بدلة زرقاء مواتية كل الأعوان، رتبة رتبة رمزها الناس الخصلايا، حب الوطن يا كراه من الإيمان، هي الشرطة للمواطن نأت المراية، تسطع في كنفها تلقى الأمان، وتجدد عهدنا في الجوارية حق الكفاية، ويترسم ساسنا ويتعلد البنيان، ويتوسع في كل مجال أمننا في دي الولاية، الشرطة القضائية شعارها الهمة والإتقان،
هو الأمن في بلادنا، النزاهة والدراية، السلامة المرورية حق واجب إنسان، حماية الأملاك والتوعية والوقاية، وحماية الحدود دايرين فيها الأبطال الشجعان، هما رجال الأمن السيوف المضايا، قيادة وإطارة تزيد معهم الأعوان، نفخر بهم أولاد بلادي هذا مسعايا، ونترحم اللي ماتوا في الميدان، ونتمن مجهود الأمن في الوطن والحماية، مع الدرك الوطني والجيش في كل مكان، حراس الحدود دائما في قلب الحيحاية، الجمر قوة ضمان اقتصاد البلدان. نشكركم جميع باسم ولاية غردايا، وتحية تقدير إجلال مني لكم وعرفان، المدير العام قارب وهدبة ذاك انتايا، عبد القادر سول عنه ذاك منصير الشجعان، احفظ يا ربي ذا الوطن يا مولايا، الجزائر الغالية صونها من كيد العديان، الصلاة على النبي مكتب قلم ودوايا، والسلام عليه سيدنا قد حروف القرآن، كاتب الأبيات خالد الشام خادك سمايا، من مثلي لشعان بأهلي ناس العرفان. الله يسلمك. إنها لحظات طيبة كريمة هاته التي شرفتمونا بالحضور في تدشين مقرات أمنية واجتماعية في ولايتنا، تعزيزاً لأمن وسلامة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. نحيي جيشنا الوطني الشعبي، بالمناسبة حامي الوطن، وكافة أسلاك الأمنية الصاهرة على عزة الوطن وأمنه وكرامته. إنما نعيشه في عصرنا من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات في ظل النظام العالمي الجديد وما يمر به وطننا الغالي العزيز في هذه المرحلة من التحولات، تحولات عميقة غير مسبوقة، يستوجب منا جميعا كل حسب مقامه ومسؤوليته أن نعد جزائر الغد قوية متماسكة البنية، موحدة معتزة بأصالتها وتاريخها ونضالها ومبادئ ثورتها، وكلنا أمل أن ننشئ جيلا يعتز دوما بوطنيته وبمواطنته بوطنه الجزائر، ويعمل على ترسيخ رسالة الشهداء، القيم الدينية والخلقية، الروح الوطنية والأصالة التاريخية في وحدة الوطن والثوابت الوطنية، تنشئة لجيل تجمعهم المصلحة العليا للوطن ويوحدهم المصير المشترك للأمة الجزائرية بأبعادها. وبهذا نكون إن شاء الله قد حققنا الغاية المنشودة، فلنكن جميعا رسل خير وسلام ودعاة بر وإحسان للخروج بحول الله إلى بر الأمان، إنه الأمل الصادق والمساعي. عاشت الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى. ينتظر المواطن أملا كبيرا لبلوغ الحوار الوطني أهدافه، والذي سيخرج الجزائر من الأزمة السياسية التي تمر بها والحفاظ على مصلحة الجزائر. ورقة حول الموضوع لموسى بابسة. ما السبيل لبناء التوافقات وتقريب وجهات النظر بين مختلف التوجهات السياسية؟ كيف يتم التوفيق بين كل الآراء والحلول المقترحة؟ ما هو الإطار الذي يكفل تجميع مطالب الحراك؟ أيعقل إطالة أمد الأزمة واستمرار الانسداد السياسي في البلاد رغم كل المخاطر التي قد تنجر عن ذلك؟ تساؤلات تفضي كلها إلى جواب واحد: الحوار. فلا مخرج من الأزمة التي تمر بها البلاد دون اعتماد حوار مسؤول وجاد يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهو ما يؤكد عليه جل الشخصيات السياسية وفاعلي وممثلي المجتمع المدني. بلا حوار ما كانش نتائج. لو كان يكون الحراك حراك حراك يوصلنا ما لا نهاية، ويوصلنا الأشياء لا تحمد عقباها. لا بركة فيها بركة. الدولة استجابت للأمور كثيرة وإيجابية الحق، والحمد لله البلاد راهي بخير. خلينا نمشوا للقدام، نمشوا للانتخابات الرئاسية باش الأمور الأخرى تمشي. ولا بد أن نذهب للحوار وبدون تعنت، لأنه الآن ينبغي أن يصب الحوار مباشرة على أننا نذهب إلى الانتخابات الرئاسية. أما إذا كان كل طرف أصبح متعنتا وأصبح متعاليا ويضع شروط،
فإن هذه الوضعية ستطيل من عمر الأزمة، وبالتالي نجد أنفسنا يعني قد ضيعنا عدة شهور غالية جدا على الشعب الجزائري. لازم كل واحد يخلي من حقه شوية، شاكا لازم فيت سون كوتي باش نبنوا الجزائر. الحوار هذا يزم ماشي كل واحد يقول أنا والآخر يقول أنا، هاي الجزائر ما تبناش. كل واحد يسمع شوية من حقه ونصوبوا الأمور ونبنوا البلاد هذه على طريق كما راه يطلب الشعب. ولأن الجزائر أمام منعرج حاسم يتطلب تضافر كل الجهود، فإن المساهمة في إيجاد الحلول التوافقية مسؤولية الجميع، والكل معني بالتوعية والتهدئة لتمكين البلاد من استعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية. الحوار بمثابة الحل المناسب في الفترة الحالية اللي تعيشها الجزائر، اللي هي الطاولة اللي تجمع كل آراء وجهات نظر اللي قاعدة تطرح من 22 فيفري، تشوفوا في تجاذبات وجهات نظر وقناعات وتصورات ومشاريع أوراق حل. إذا كل هذه التصورات ينبغي أن تجمع ولا يقرب فيما بينها من خلال هذا الحوار. حوار يكون جاد، يكون مسؤول، وكذلك مخارج ولا نتائج ولا ما يفرز على هذا الحوار ينبغي أن يأخذ مجراه، لأنه هي القناة اللي نوصل بها صوت الشعب. على الجميع التحلي بالحكمة والعقل والتعجيل بالمرور إلى الحوار، لأن الحوار هو اللي خرجنا من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر، والحوار أصبح أمر ضروري وحتمي. لابد من الانتخابات في أسرع وقت باش احنا نكملوا في الإجراءات هذه اللي سيرة حاليا الآن من أجل إنقاذ الوطن. فمع بداية انجلاء الضوء عن عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي أكدت الشروع في مباشرة الحوار، يبرز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مرافقة هذا المسعى بالتثمين والتوعية وتقديم المقترحات. احنا مع الحوار وندعم الحوار، فنحن نؤمن به كمبدأ في تسويات وفي معالجة والخروج من الأزمات. طبعا بالنسبة للجزائر وحالة الحراك، نظن أن الانتخابات الرئاسية التي ستكون في الأجيال القريبة هي مفتاح لحل الأزمة. هذا الحوار الذي كان ضرورة سياسية أو مطلب سياسي في الأيام في الأشهر القليلة الماضية، هو اليوم ضرورة استراتيجية بسبب الأوضاع التي تعرفها الجزائر والمحيطة بالجزائر والمخاطر التي تحيط بالجزائر من الخارج، وأيضا التحديات التي تعرفها الجزائر من الداخل. نأتي بفكرة من عند هذا وفكرة من عند هذا، نخرج الأفكار الصافي نتاع الأفكار اللي تخدم الوطن وتخدم المواطن، ونبعد أنفسنا على الأنانيات وعلى الجري وراء المناصب والجري وراء الأنانيات أو الذاتية. بهذا يبقى الحوار المخرج الوحيد والأنجع لحل الأزمة والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الأجل. والمواطن بدوره يحمل أملا كبيرا لبلوغ حوار يجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. الحوار لازم يبدأ، ولازم تظهر نخب حقيقية تسير هذا الحوار، يعني طرف نزيه ثالث يظهر من الأساتذة، يظهر من النقابيين، يظهر من أبناء المغتربين، يظهر من كل مكان، طرف ثالث يعني. هذا هو يجي ما بين هذه السلطة أو الدولة وبين الحراك. المرأة الجزائرية اليوم تأمل بحوار وطني شامل وجامع وتوافقي من الشعب وإلى الشعب. أنا أثمن هذه الفكرة، الحوار جامع دون أي شروط مسبقة، لأن رانا في مرحلة حساسة جدا، لازم علينا أن نتكاتف وأن الشعب يتكاتف من أجل بناء الجزائر. أطلب من الجميع المشاركة بالمقترحات، وخاصة في الشباب اللي رانا معولين عليها كلنا. وهذا الحوار نتمنوا بيكون بدون شروط مسبقة، لأن الشروط المسبقة تغلب المصلحة الفئوية للتيارات أو الإيديولوجيات، ونحن نتمنى تغلب المصلحة الوطنية للبلاد التي ستؤدي إلى تنصيب من نتائج هذا الحوار. نتمنى تنصيب هيئة وطنية مستقلة لتسيير انتخابات يكون عندها صلاحية رقابية وتنفيذية مطلقة وكاملة. لازمنا من الحوار،
الحوار هو باش نتحاوروا باش نخرجوا الجزائر من هذه الازمه وناخذوها لبر الامان. لازم من اسراع في انتخابات رئاسيه، هذا هو الحل الوحيد. والحوار لازم منه. الحوار هو قيمه حضاريه وقيمه ثقافيه وهو قيمه اخلاقيه، يعني دائما ما بين المختلفين مهما بلغت درجة الخلاف في النهاية لابد أن يكون هنالك جلوس على الطاولة للحوار، وهذا أمر طبيعي وهذا هو الأمر العادي الذي ينبغي أن يكون. لازم أتفق فيك تكلي، يعني الرأي من هذا والرأي من هذا ويخرجوا من فرنسا سلاح يتبها. إذا كان ما كانش هكذا ما يعني مثلا شوالو ويتعيد هذه عاد كل واحد يجيب نيماس. ملي كان قاعد هكذا ما نعرفوش وين المصير تاعنا، المصير الامه وين رايحه. احنا كبرنا ونشوفوا الاجيال اللي جايين بعد. احنا الحوار ماذا بينا ديال الحوار خير، والحوار هذا يدونا ان شاء الله للانتخابات ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله للبلاد. احنا نحبوا الصلاح للبلاد ان شاء الله. نحن مع الحوار الوطني الشامل من اجل الخروج من هذه الازمه التي تتخبط فيها البلاد، من اجل حل يرضي المجتمع يرضي الجميع، والعوده الى المسار الانتخابي الذي يعتبر هو الحل الانسب والحل الوحيد من اجل الخروج من هذه الازمه. دروك يليق الفوت، دروك بالسيبه علينا يليق الفوت، يليق يكون رئيس. قدروك نقعدوا غير هكذا. يليق لو ديالوغ، يليق لو فوت، يليق كو سي الشعب هو اللي ديزيني بريزيدون. تنمويا تعززت ولاية تيزي والزوبي مشاريع سياحية هامة على غرار منشأة فندقية جديدة من شأنها توفير أزيد من 70 منصب شغل في انتظار استلام مشاريع أخرى نهاية السنة تعطي دفعا أكبر للسياحة بالولاية خاصة السياحة الجبلية. روبورتاج لراديو تشانشي. طابع عمراني فريد يعكس الطبيعة الجبلية للمنطقة يميز المنشأة الفندقية الجديدة التي تعززت بها ولاية تيزي وزو هذه السنة من بين 54 مشروعا في طور الإنجاز ينتظر أن يوفر أزيد من 3000 منصب شغل. هناك 34 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تقدر ب 1744 سرير، وهذا بدون يعني ذكر عدد المشاريع التي في طور الإنجاز التي تقدر ب 54 مشروع ذات طاقة إيواء 6689 سرير. هذه المنشأة استلمت في 8 جوان 2019. هذا عندنا اون بارتي فندق وعندنا اون بارتي سويت، عندنا 22 سويت و 33 شامبر. الأسعار جد معقولة، وعندنا ثاني الجبال ان شاء الله المشروع تاعنا مستقبلا اون فير دي بتيت روندوني لهنا لا مونتان لي زونفيرون. ورغم مرور شهر فقط على دخوله حيز الخدمه، استطاع الفندق ان يجذب اليه العديد من السياح المحبين للراحه والاستجمام بعيدا عن ضوضاء المدينه، كما انه يعد القبله الاولى للرياضيين للتخلص من ضغط المنافسات الوطنيه والدوليه. احنا في هذا الهوتيل اقامه طيبه وليزات ثلاثه هما عجبهم الحال مليح في كل شيء، في الماكله في الرقاد في لا ريكوبيراسيون كامل. دي سي ان بيل هوتيل فرانشمون، داروا حاجه مليحه. انا جيت لهنا صافي واحد 3 ولا 4 فوا، بون سيرفيس اونيتمون. دوبوي كو جي ديكوفير لونداروا وليت شاك ويكاند راني هنايا. بيسين تروح دار داكي فاميليا اشكل كل شيء داكي زدي هاي. منشأة فندقية من بين المشاريع التي تتعزز بها الولاية والتي من شأنها الرفع من طاقة الإيواء وإعطاء دفع أكبر للسياحة في المنطقة. في موضوع آخر، وقبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك سخرت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء سخرت كل إمكانياتها من أجل توفير أضحية العيد بأسعار معقولة وفي متناول الأسر ذوي الدخل الضعيف من خلال فتح نقاط بيع الأضاحي بأسعار معقولة. تقول نصيرة كحلي. وفرت المؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء 2000 رأس أضحية بأسعار تنافسية تتراوح بين 32 ألف دينار جزائري و 45 ألف دينار جزائري. هذا العام يعني أنا أول مرة اللي شفت هذا العام حاجة مليحة عجبتني. يا أخويا إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله الناس تعيد مليح كل عام سعيد. نوعية الخرف هذو نشوف فيهم أسعار معقولة ما شاء الله. شفنا برا، شفنا
يعني الزوليق ديري عيد. جيت نشارك باش تاع العيد باش نعيدوا وان شاء الله قاعد كيعيدوا الفقراء والمساكين. احياء هذه المناسبه الطيبه والشريفه والمباركه، وذلك بتسويق حوالي 2000 راس درناهم في نقطة البيع في سطاوليب، بلدية سطاوليب، وهذه الأسعار درناها بعيدا عن كل مضاربة. نقطة البيع لهذه اللي عندنا راهي خاضعة لمقاييس معتبرة، يعني كاين رقابة بيطرية. الدور تاعنا يكمن في الكشف عن الرؤوس اللي تكون مريضة، وهذا للسهر على تقديم رؤوس بصحة جيدة وتكون قابلة باش تكون إن شاء الله أضحية مقبولة في عيد الأضحى. الأضاحي خضعت لرقابة صحية تضمن سلامتها، متابعة تأخذ بعين الاعتبار صحة المستهلك. دوليا وفي سوريا، وبعد أشهر من التصعيد العسكري بدأ منذ منتصف ليلة الخميس سريان اتفاق لوقف النار بمنطقة إدلب شمال البلاد، حيث أعلنت دمشق الموافقة عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الإرهابية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص الاتفاق الروسي التركي شهر سبتمبر الماضي. الاتفاقية رحبت بها الولايات المتحدة مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الهجمات على المدنيين والأعمال العدائية من جميع الأطراف المتنازعة في المنطقة. في الولايات المتحدة الأمريكية لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في إطلاق نار وسط مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية بعد أقل من يوم من إطلاق نار كثيف في مدينة إلباسو بولاية تكساس أمس، مخلفا مقتل 20 شخصا وإصابة عدد آخر. ثقف الآن، وبي المسرح الوطني محي الدين بشترزي اختتمت سهرة أمس فعالية الأيام المسرحية للجنوب بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، وكذا المدير العام للمسرح الوطني محمد يحيوي، حيث كرم المبدعون في الفن الرابع من ولاية الجنوب. عن التلفزيون وهبة دندلي. هو آخر عرض مسرحي في حفل اختتام الأيام المسرحية للجنوب من إنتاج الجمعية الثقافية صرخة الرقح لولاية طمنراست. معظم اللي موجودين في العرض هو عبارة عن شباب، ولكن الجمعية دائما لاباز نتاعها هي التكوين، ودائما في نهاية كل ورشة تكوينية يكون هناك عرض مسرحي. وفي حفل الاختتام يكرم أحسن المبدعين في التظاهرة. هذه التكريمات موجهة إلى الذين ساهموا مساهمة فعالة في إثراء الحركة المسرحية في الجنوب. وإلى جانب جو التكريمات توصيات عدة خرج بها المنظمون لهذه الأيام المسرحية للجنوب. طالبنا بترسيم الأيام لتصبح مهرجانا على ما جاي. أنا المسرح الوطني باش يتكفل بمجموعة من التكوينات والورشات لصالح شباب الجنوب إن شاء الله تكون ذات مستوى عالي ومرموق. شيء آخر هو أعطينا ركزنا على الأهمية لازمة في الطبعة 10 إن شاء الله اللي غادي توقد في السنة الجاية، وطالبنا واقترحنا باش تكون يعني في المستوى. توصيات من شأنها الرفع من مستوى المسرح الجزائري عموما ومسرح ولاية الجنوب بوجه خاص. ختام هذا الموعد الإخباري، للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية الظاهرة تبقى دائما في خدمتكم. إلى اللقاء بإذن الله.